أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة من الدروس المتحركة الخاصة بتعليم عملية الجمع للأطفال العملية الأولى اثنان زائد خمسة إذا أمثل اثنان بأصبعين في يدي اليسرى وخمسة بخمسة أصابع في يدي اليمنى إذا لنحسب كم تساوي إذا اثنان زائد خمسة تساوي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذا اثنان زائد خمسة تساوي سبعة أكتب سبعة العملية التالية أربعة زائد أربعة أمثل أربعة بأربعة أصابع في يدي اليسرى وأربعة بأربعة أصابع في يدي اليمنى إذا لنحسب كم تساوي أربعة زائد أربعة تساوي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذا أربعة زائد أربعة تساوي ثمانية أكتب ثمانية العملية التالية ثلاثة زائد أربعة إذا أمثل ثلاثة بثلاثة أصابع في يدي اليسرى وأربعة بأربعة أصابع في يدي اليمنى إذا لنحسب كم تساوي تساوي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذا ثلاثة زائد أربعة تساوي سبعة أكتب سبعة العملية التالية ثلاثة زائد ثلاثة إذا أمثل ثلاثة بتلاتة أصابع في يدي اليسرى وثلاثة بتلاتة أصابع في يدي اليمنى إذن لنحسب كم تساوي ثلاثة زائد ثلاثة إذا تساوي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذا ثلاثة زائد ثلاثة تساوي ستة أكتب ستة خمسة زائد أربعة إذا أمثل خمسة بخمسة أصابع في يدي اليسرى وأربعة بأربعة أصابع في يدي اليمنى لنحسب كم تساوي خمسة زائد أربعة إذا تساوي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذا خمسة زائد أربعة تساوي تسعة أكتب تسعة العملية التالية خمسة زائد خمسة أمثل خمسة بخمسة أصابع في يدي اليسرى وخمسة بخمسة أصابع في يدي اليمنى إذا لنحسب كم تساوي خمسة زائد خمسة إذا تساوي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانيه تسعه عشره اذن خمسه زائد خمسه تساوي عشره اكتب عشره